حياكم الله من جديد. بما أنه بداية العشر الأواخر ما عندي اليوم موضوع غير أنه وصية أن الواحد يجبر بخاطر الناس، يجبر بخاطر الناس القريبين منه والبعيدين، بكلمة طيبة، بدعوة صادقة من القلب، بنصيحة، بتغيير واقع، بصدقة جارية، بعلم ينتفع به، بأمنية جميلة لها وقع في القلب. بالمختصر المفيد، أعمال الخير كثيرة، أهمها جبر الخواطر. ومثل ما يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما وجدت رجلا يتقرب الله إلى الله بعبادة أفضل من جبر الخواطر. اجبروا خواطر بعضكم بعض. طابت أوقاتكم، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.